أمني من وزارتي الدفاع والداخلية هو العدد الذي احتاجته قيادة شرطة وسط لتطبيق خطتها في حماية زوار الإمام الكاظم المتجهين إلى بغداد عبر طريق الكوت. ومع أن الخطة ما زالت في أيامها الأولى، إلا أن قيادة الشرطة تبدو متفائلة بها. قامت مديرية شرطة واسط بإعداد خطة محكمة قوية مفصلة بإدارة ضباط ماهرين قادرين على إدارة الملف الأمني كل حسب قاطعه، وكذلك أيضا تم منحهم بعض الصلاحيات لإدارة هذا الملف، والحمد لله كانت هذه الخطة جيدة. وقد يكون لنشر الآلاف من العناصر الأمنية على طريق الكوت ما يبرره، فالطريق يعتبر ممرا رئيسيا للزوار القادمين من محافظات الجنوب باتجاه مدينة الكاظمية، الأمر الذي دعا هيئة المواكب الحسينية في المحافظة إلى نشر المئات من المواكب لخدمة الزائرين. عدد المواكب المنتشرة على الطرق تقريبا يعني التي تؤدي الخدمة حاليا تبلغ أكثر من 500 موكب حسيني. هناك إجراءات كثيرة من خلال متابعة المواكب التي تعمل على توفير الأغذية والماء الصالح للشرب لغرض متابعة الصالح منها وغير الصالح. وعلى ما يبدو فإن القوات الأمنية والقائمين على المواكب الحسينية قد نجحوا حتى الآن في كسب رضا الزائرين. جزاهم الله ألف خير، وإن شاء الله إلى الأفضل بدعاء الناس إن شاء الله يتحسن الوضع العراقي. نعم، والشرطة ونعمة خير من الله. وعلى الرغم من تأكيد القيادات الأمنية والحكومة المحلية في واسط على توفير الحماية والخدمة للزائرين من نقطة دخولهم إلى المحافظة وحتى وصولهم إلى بغداد، إلا أنهم لم يذكروا ما إذا كانوا قد وضعوا الخطط أو وفروا وسائل النقل لتسهيل عودة الزائرين إلى مناطقهم بعد إتمام الزيارة.